بالنسبة للناس اللي دخلوا جدادين، بالنسبة للصابليات اللي كنا عملناهم في العيد الكبير وعملناهم في عيد مولد النبوي الشريف، راه غتلقاوهم في المنتدى. نحاول نطلعوكم باش يجيوكم قرابين، دخلوا من المنتدى او الكومنيتي غتلقاوهم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بريستيج نسرين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. الوصفة اليوم عبارة عن غريبية، الغريبة البهلة، يعني من لا يعرفها، المغرب مشهور بها ومعروفين بالغريبية. احنا في الشمال كنقولوا الغريبية، وباقي مدن مغربية كيقولوا الغريبة البهلة. مهم كتشوفوا مقادير عندي بساط، داكشي كنعمل شويه شويه، نتوما عارفيني انا ما كنعمشي لعدد كبير، لان الحاجه اللي غناكلها ماشي باش نبقى نخزن وننزل، و عليها غنعمل غا القياس اللي غيكفانا. مغيره هاد الغريبه، غريبيه مبدله على الغريبيات دائما. هانتوما كتشوفوا شنو عندي هنا، يعني مغير على غريبيات دائما. وكاين واحد سينيه فين غنطيبها ومبدله على المعتاد اللي كنستعملو دائما. المهم ما نحرقوا شي مراحل، نمشيو بشويه بشويه. المهم ندوزو مقادير. بسم الله على بركه الله. عندنا 125 غرام ديال الزبده، المهم انا غنعمل لكم القياس الصغير، ولقيت استحسان من الناس بزاف اللي فضلوا القياسات صغارين وبقيت ماشيه معنا، جات معايا. 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، راس معلقه ديال القرفه اختياريه، هي كتعطي واحد المذاق مزيون فيها، اللي بغى اللي ما بغاش ما يعملهاش. رشه الملاح، عندي هنا جوج معالق ديال الزنجلان. الزنجلان عملوه كيما بغيتو نتوما. انا ديك القضيه عملت 300 غرام زنجلان، وعمل الزنجلان شحال ما بغيتي انت هنا واللي متوفر عندك. المهم ما تفوتش على القياس، حتى في الحلوه اللي دازت قبل هذاك الصابلي ديالي عاو ماشي عاوت عملوا قياس اللي بغيتو. المهم ما تفوتوش، يعني انا عملت جوج معالق جوج معالق، عملوا ثلاثة أربعة نص كاس، يعني كيبقى حق ماشي عاوت حتى الحاجه كتبقى ما كتجبرش، كتجبر ما كتبغيش حتى تجمع بالزنجلان اولا هذا. المهم الدقيق هي عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، نقدروا نستعملوها كامله نقدروا لا، يعني عينا مع الحل على حسب الدقيق واش كيشرب، على حسب الدليك ديالها. المهم هنا عندي بخاليني، هذا هو السر فيها. ما غنعملش اللوز مهرمش او مقلي، اللي بغى يعمل لوز مهرمش او مقلي يعملو كيما بغى هو، يعملو محمر بقشورو او مقشر او كيما بغى، كيبقى اختيار ليلو. انا بغيتها ببخاليني، بمذاق ببخاليني. عندي فيه اللي صاوبت داك النهار اللي قلت لكم اشارك معكم فيه نوازيت واللوز، غنعمل جوج معالق ديالو. وكيتباع داك بواطه، كتباع بواطه كتعمل على ما اظن 10 دراهم بواطه، هذيك راه تعمل لك وتعاود وتزيد وتشد، تعمل لك فهمتي اللي بغى يجربها بهذا المذاق هذا. المهم ندوزو. بسم الله، انا هاد النهار ما غنعجناش بيدي الصراحه، حضر ربي تسالينا ما بقاش الجهد فيا، ما غنعجناش بيدي، ما غندلكش وما غنعملها في ماكينه. وهذه بالنسبه للناس اللي خدامين والناس اللي باغيه تفك راسها باغيه وتعجنها باغيه، غتعملها بحالي في ماكينه. انا غنعملها هنا. الناس اللي كتبغي تعمل السمينه فيها، انا حيت عملت بخاليني ما نعملش ديك الراس معلقه د السمن، كنت عوال نعملو لا حق حنا في الكاس غنعمل بخاليني بلاش، يعني اللي غيعمل اللوز وبغى يعمل حنا في التيكوان كنعملو داك شويه ديال هذا ديال السمن. وكاين الناس اللي كتعمل بزاف، انا ما كيعجبنيش بصراحه، غنعملها مليحه. اوي نسينا، وعندنا فاني، قلت لكم دقيق، وعندنا فاني وساشي جوج، هنا جوج ساشيات، زعما ساشي ونص د الخميره، واحد ساشي ونص د الخميره، اللي بغى يعمل جوج يعملو. المهم اللي الخميره شويش كتطلق مذاق، سبحان الله كتعطف الدقوم الا كانت بزاف. المهم معلقه، انا غنعمل شكاره ساشي ونص، حيت الخميره ملي كتكون بزاف كتاكل في الثقب، اللي غنعمل ساشي ونص، وتقدروا تعملوا حتى جوج ساشيات صراحه ضربي. صافي غادي نخدم الماكينه دابا، هي والسكر، الزبده والسكر، وحتى تعجننا مزيان، لان ما غندلكاش ضروري خصنا تخدم.
الزيت ونضيفو الزيت صافي. غنضيف القرفة غنضيف بخاليني هذا بخاليني يدوي معدل في الدار هاشتو شحامت معلقة عامرة معلقة اخرى موية يعني جوج معلقات نضيف الخميرة انا ما غربتش الدقيق لان ديجا عندي مغربل واي الخميرة ضيفتها هيدا نورمالمون خصني نغربلها صافي ها باقي صافي منا خميرة ونص وغادي نضيف الدقيق صافي داتنا 500 غرام ديال ها شوفوا العجينه كيف هي داتنا 500 غرام ديال الدقيق في نص ربع ديال الزبده دابا عاد غنضيف زنجلان زنجله ما كامل واخا تكونوا غدلكوها بيدكم اللي غيدلكها بيدو لان هي مضمونها اصلا كنا كندلكوها باليد هذا الشيء جديد وكذا دلكوها بيدكم زنجلان اخر حاجه تعملوها لان الزنجله باش ما يتعجن لكم شي هو فخاجي اللي يقدر يطرطق لكم ملي كتكونوا كدلكوها غادي يتفتت لكم ماشي يبقى صاين وواقف حتى صافي تجمعوا العجينه عاد ضيفوها في الساعه الاخرانيه دلك دابا غنخليها شويه تخدم شويه ندلكها شويه المهم ندلكها شويه خليها تدلك بحال اللي نحسب راسي كندلكها بيدي دابا هي كدلك وانا كنعمل شغلي باش ما نبقاش هادي ما فيهاش باش ما تضيعش الوقت هي كتعمل شغلها وانا كنعمل شغلي صافي يلا نخليها تدلك شويه ومن بعد نرجعوا باش نكورها مهم جينا هي دلكتنا بلا ما ندلكي انا والناس اللي بلا اللي غادي يدلكوها بيدهم الناس كنظن كلشي كيعرف الغريبيه خاصها تدلك صافي في الاول دليك الاولاني الزبده والسكر باش كيندمجوا مع بعضياتهم والثاني ديال ها هي العجينه ديالنا شفتوها كيف هي دلو غزاله ها دابا انا نوريكم السر غنعملها في واحد الطاوه او في بلاطو ولا في سينيه كي واحد كيفاش كيسميها ديال الغريبه بهله معروفه في السوق وموجوده هذا كاين الناس اللي كيعرفوه ودابا موجود في يوتيوب موجود بزاف عند الناس اللي كتبيع مسائد الحلوى وكاين الناس اللي اول مره غيشوفوه هادي باش الغريبيه ما كتجيش مدقصه من داخل كتجي خاويه من داخل هذا كيعطيك شكل الغريبيه مزيون وفي نفس الوقت ما كتجيش مدقصه هذا هو لافونتاج اللي فيه وبالنسبه لفاني علاش كنعملوا فاني وحنا عاملين بخاليني وهذا كنعملوا فاني حيت كيطلع لنا المذاق بخاليني وكيطلع مذاق القرفه كيخرج المذاق الحاجه اي حاجه عملناها مع الزبده كيخرج لنا المذاق ديالها فاني صافي ندوزو نبداو نكورو صافي نبداو نكورو العجينة كلشي كيعرف في الغريبية كيفاش كنعملوها
يبغى يزيد فيها اللوز، انا قلت لكم هي نورمالمون كتكون باللوز. ونزيدكم حاجه، انا كليتها بالبيان بالكوكو وحمقتني، كوكو قرفه عجبتني بزاف، وانا ماشي زعما من عشاق بزاف البيان، زعما ماشي بزاف، بالحق عجبتني المذاق ديالها غزال بالبيان، والله الا عجبتني بزاف بالكاوكاو، يعني بفول سوداني عجبتني. وبزاف ديال الناس كيعملوها هايداك اقتصاديه ومزيونه. تبيان تقدروا دابا ملي تعدلوه حمصوه وطحنوه مزيان، كيرجع بحال بخاليني طحنوه، عملوا له شي قطيره الا ما بغاش يتطحنكم، زعما الماكينه ديالكم ما كتساعدش، عملوا واحد قطيره د شنو سميتها د الزيت معاها وغيتطحن لكم بارفي. ماشي نوسخه يعني، باش من ديك فتاوت ما يتحرقوش فيها. حنا الناس تيطوان كنا كنعملوا لها هيدا، نوريكم مغربيه ديال الناس تيطوان، نورمالمون خصني تا نكمل عاد نعدلها هيدا. ها الغريبيه ديالنا هايدا، كتجي مبوقه كتجي بالراس، هذه ماشي غريبيه بهله، هذه غريبيه الناس تطوان. ها نتوما ها الغريبيه ديالنا خرجناها، ما قدرش يحديها بقى طيبه حتى تبرد على خطره. شوفوا كيف جات مشقه تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا زعما اللي كتعجبو الغريبيه وما جربش هاد لاغوسيت راه ما جرب والو. انا قلت لكم الطياب ديالها باش كتسرعوها، انا واخا يكون ضد الضوء او الفران ضد الغاز، الفران شعلو له الفوقي، شعلو الفران كامل يسخن، حين يسخن مزيان دخلوها الفوق، عملوها في الفوق وطفيو تحتاني واحد شويه، غير واحد شويه تحسوا بها، ما غتكونش تشقد ديك الساعه، تحسوا بها شبرت راسها في الطياب. اللي عنده فران ضد الضوء يهبط الوسطي ديالو دائما العادي وغيشعل السفلي، واللي عنده الفران ديال الغاز غيشعل السفلي، غيعملها في الوسط ديالو العادي ويشعل السفلي عليها ويخليها طيب. كتجي كتحمق هانتوما كتشوف ها الغريبيه ديالنا. هذه هي النتيجه الغريبيه ديالنا، نتمنى تكون عند حسن ظنكم وتجربوها. انا عملت كاين لي بيض اللون خليته مفتوح، وكاين حيت انا كتعجبني شي محمره ووليداتي كتعجبهم محمره. شوفوا كيف كتجي من الداخل، ما كتجيش خاويه، واخا تشوفوا داك المول في الخواره ماشي خاويه، وكتجي غزاله. شوفوا كيف مشققه كتجي غزاله، وصفه ناجحه 100%، اللي غيجربها ما غيندمش عليها. ماشي 100% 1000%، ومذاق رائع ديالها. ونتمنى نكون عند حسن ظنكم وتجربوها. الناس اللي كيعشقوا الغريبيه انا جبت لكم الوصفه اللي ما غتندموش عليها عمركم وغترحموني عليها، وفي نفس الوقت الناس اللي كيعشقوا الغريبيه من الاحسن يشريو داك المول داك البلاطو اللي وريتكم في الاول، راه كيساعد بزاف على نجاح الغريبيه مع الوصفه. ونتمنى نكون عند حسن ظنكم، ولا فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو، الناس اللي دخلوا جدادين يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد، وما تنساوش لي لايك لي لايك وبارطاجيو بارطاجيو باش تعم الفائده ونقدروا نوصلوا لواحد الكم هائل من المشاهده. دابا بقيناش كنشوفوا لي زابوني قد ما كنشوفوا المشاهده باش يقدر الفيديو يطلع ويتدرج مع الفيديوهات اللي هما طالعين، باش نقدروا دائما تكون دائما كاين الجديد. يعني الا ملي كيكون كيطلع الفيديو دائما غنقدر خصني اوبليجي عليا نخدم ونزيد نزيد في العطاء ان شاء الله يا ربي. والهليحه شمنا، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم. وشكرا للدعوات الناس اللي كيدايو معايا، شكرا ليكم بزاف بزاف بزاف. ونرجع نقول لكم الناس تطوان اللي دخلوا التساؤلات على داك الصابلي اللي عملت بات داموند، هي هي ما سابان، حنا في تطوان كنقولوا لها ما سابان، هي بات داموند. و
وشكرا بزاف لان جاوني بزاف تعاليق على داك الصابلي اللي عجبهم الناس ونال الاستحسان ديالهم. وشكرا بزاف بزاف من الناس اللي كيتابعوني كاملين ولا اللي خطيكم عليا. انا بلا بكم ديما كنقولوا غنبقى نقول لا نبلا بكم والو، يعني هذه القناه بكم باش تنجح وبكم باش تبقى في متعه. يعني لا الا قدرنا مع بعضياتنا نقدروا انا بالوصفات وانتم بارطاج باش تقدر تكبر هذه القناه. ونتمنى يكون عند حسن ظنكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. واش مروكه وتعيدوا تعاودوا ان شاء الله، واللي فنيتو شي حاجه الله يحقق له. الى اللقاء.